قلت لكم اخونا محمد شبان الحقيقه استفزوا هذا العمرو البسيوني، استفزوا فعلا في كلامه اللي فيه كل هذه الاساءات للنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي من غير ما حد يعرف هو مين اصلا عمرو بسيوني ده. شبان حاول يتساءل وقال رايه. حاجه كده ظهرت امبارح في التلفزيون في بعض المحطات يعني ولا ايه، وتصريحات صدرت من حد اسمه عمرو بسيوني في بيراميدز. الاول عايز اعرف مين عمرو بسيوني، يعني هو بيقولوا ماسك التعاقدات حاجه كده يعني، بس هو مين عمرو بسيوني؟ لانه امبارح شفت له تصريحات همجيه، يعني في بعض الالفاظ بتبقى فعلا دقيقه. ده اسمه التصريح الهمجي، عارف انت لما واحد يعني يعمل نفسه بيدافع فيقوم ناطح، هذا عامل كده، دخل نطح. يعني قال لك ان مباراه الاهلي والزمالك اتاجلت لان الاهلي والزمالك عندهم حالات كورونا. طب فيقولوا له يا ابن الامن، الامن اللي اجل يعني انت؟ لا 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 لا، ما هو على مين الكلام ده؟ ما احنا فاهمين كل ايه يا عم انت ده؟ ايه الزنط اللي ظهر؟ يعني عارف انت نبت شيطاني كده يظهر فجاه في مكان فتقول ايه ده؟ مين ده؟ وان رمضان صبحي بيتعرض لارهاب معنوي، ارهاب معنوي وفكري، ومش فاهم هو بيقول ايه طبعا، يعني ايه ارهاب معنوي وفكري؟ هو مش فاهم دقه الالفاظ اللي بيقولها يعني. علشان خاطر رمضان صبحي المقدمين كل شويه يقولوا طموح ايه اللي هو رايح له في بيراميدز، وفي طموح اكتر من الاهلي، وفي بطولات اكتر من انك تجيبها مع الاهلي، هو مش عاجبه ان المذيعين بيقولوا كده يعني. وانا ما اعرفش هو يعني ما يتعرض له ايه، اللي بيتعرض ليه رمضان وهو رمضان صبحي دلوقتي لاعب في منتخب مصر؟ وما ظنش ان الاعلام لما الكابتن حسام البدري ضم رمضان صبحي لمنتخب مصر وهو في عز معمعته ومشكلته ازمته وانتقاله من الاهلي لبيراميدز، ما اعتقدش الاعلام رفض، او يعني مسكوا حسام البدري يعني من فوق لتحت، ما حصلش يعني، عادي خالص خالص يا. كل الناس كانت مستغربه ان ازاي في لعيب يسيب الاهلي او الزمالك الانديه دي يروح بيراميدز، فده كان مصدر الاندهاش ومصدر ان الناس كانت بتستعجب، وان الصفقه خدت اكتر من حقها. ليس اكثر من ذلك يعني، على فكره رمضان صبحي مشي والاهلي كسب افريقيا وكسب دوري وكسب كاس وكسب كل حاجه يعني. فالاخ عمرو بسيوني بس عايز حد يقول لي هو مين، والله انا ما اعرف يعني. هذه النطحات والشطحات، حد قال له الظاهر ادخل دافع عن بيراميدز او ادخل، او عشان كسبوا امبارح سيراميكا كليوباترا، ممكن سيراميكا دلوقتي بقى فرقه تقيله لما بيراميدز بيكسب بينتعش، فالناس بتاخد يعني بتشرب بريل زي ما بيقولوا، فمش عارف يعني، مش عايز اديله اكتر من كده يعني، يا دوب كده كتير عليه. لكن انا بقول له اهدى، اولا لا مجالك ولا مكانك ولا اسلوب ولا طريقه اللي انت بتتكلم بيها اساسا. يعني اظن حتى الاستاذ محمد شبان يعني اعترض على الاسلوب بتاع الكلام وتليح الكلام، لا دي مش اسباب امنيه يعني، هم مش عارفين الجدول من الاول، مش عارفين مش عارف ايه، دي مساله برضو ما تخصناش، تخص اتحاد الكوره وتخص الجهات صاحبه القرار. وهنا كلمه الاحترافيه، هل من الاحترافيه يطلع حد مش مدرك خطوره كل كلمه بتتقال؟ يتحدث باسم النادي، هل هو يتحدث باسم النادي او بيتحدث باسمه؟ دي نقطه مهمه جدا. على كل حال مش عايزين نتوقف امام الموضوع ده اكتر من كده، عشان احنا يعني الحقيقه الاستاذ محمد شبانه يعني وفى يعني هو اللي استفز الاستاذ محمد شبانه، هو اللي استفز كل الناس. فجاه يطلع حد محدش عارف هو مين، ايه الخلفيه بتاع ايه، دوره كان إيه؟ فين بيعمل ايه، لعب فين، كينونته ايه، كل الاسئله ديت محدش عارفها. فيطلع لما يطلع يشكك في بطولات الاهلي يقول لك ما انت لو عايزين نقول ان انتوا بتكسبوا البطولات او كانوا بيكسبوا البطولات ازاي نقول؟ لا ما تقول، لو تعرف حاجه قولها، لكن لو انت عايز تشكك في موقف الامن في تاجيل مباراه الاهلي والزمالك تقدر وانت مسؤول في نادي بيراميدز تقول لممدوح عيد يا سيدي اتصل بجهات الامن وقول لهم انتوا اجلتوا ماتش الاهلي والزمالك ليه؟ هو المدير التنفيذي. تقدر تعرف من القائمين على الامر، لكن حد بخلفيه زيرو يتطاول على النادي الاهلي ويسيء لجماهير النادي الاهلي. فالسؤال للساده ملاك نادي بيراميدز، نتجاوز مرحله النشاه والتاسيس والمكايده وتفصيلاتها، النادي الاهلي بكل جمهوره هيفضل دايما وابدا في مرمى الانتقادات والتطاول والتجريح من القائمين على هذا الكيان نادي بيراميدز؟ هل هي دي العلاقه اللي انتم شايفينها المفروض تستمر
ولا الناس تحترم بعضيها والناس تقدر بعضيها ويبقى نادي بيراميدز زيه زي ال 18 نادي اللي في الدوري، زي ال 17 نادي الاخرين، الكل بيسوده للاحترام، لانه زي ما قلت لكم في البدايه الفضيله الغائبه هي اللي بندور عليها، واللي بعد الفاصل هيبقى لنا كلام مهم جدا معاه.